الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وبناء على ذلك فالاتجار بالمسكرات والمخدرات حرام، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها مطلقا. ومن الفروع أيضا الزيادة الربوية، لا يجوز دفعها بالنسبة للمدين، ولا يجوز أخذها بالنسبة للدائن المرابي. ففي صحيح البخاري من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالزيادة الربوية زيادة يحرم دفعها، وما حرم دفعه حرم أخذه. وكذلك الرشوة يحرم أخذها فيحرم إعطاؤها. وفي جامع الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، أي الواسطة بينهما. فالرشوة يحرم إعطاؤها فيحرم على الطرف الآخر أخذها. وكذلك الدخان لا يجوز شربه فيحرم على على صاحب الدكان إعطاءه، ويحرم على المشتري أخذه، لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، والعكس بالعكس. وكذلك الثمن الذي يدفع في شراء آلات الموسيقى أو الأشياء المحرمة هو ثمن لا يجوز إعطاؤه بالنسبة للمشتري، فلا يجوز أخذه بالنسبة للبائع، والله أعلم.